السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنشرح فيه طريقة عمل إعادة ضبط مصنع لكاميرا المراقبة هيكفيجن، وهي من وجهة نظري الشخصية واحدة من أفضل أنواع كاميرات المراقبة اللي استعملتها في حياتي المهنية، من حيث جودة خامتها وأدائها والحماية بتاعتها. وعملية إعادة ضبط المصنع للكاميرا مكونة من مرحلتين. المرحلة الأولى هتكون هاردوير، ودي مرحلة قصيرة إلى حد ما. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة السوفتوير، ودي هتكون طويلة شوية إلى حد ما ومحتاجة تركيز. فتعالوا بينا نشوف المرحلة الأولى وهي مرحلة الهاردوير. في البداية أنا محتاج مفك نجمة، مش عادة ولا صليب، علشان أقدر أفك الغطاء الخاص بالكاميرا. زي ما أنتوا شايفين هتلاحظ إن الكاميرا ليها 3 مسامير نجمة، هنفكهم كلهم. بعد ما نفتح غطاء الكاميرا هتلاقي زرار صغير لونه اسود اسفل جسم الكاميرا. طيب هنحتاج ان احنا نوصل الكاميرا بمصدر الكهرباء، سواء من خلال الادابتور بتاعها او من خلال سويتش بيدعم خاصية ال BOE أو الباور أوفر إيثرنت. عن نفسي أنا هستخدم السويتش، هوصل الكاميرا عن طريق السويتش. ركزوا معايا في الخطوة دي لأنها أهم خطوة. قبل ما أوصل كابل الشبكة أو الأدابتور بالكاميرا هدوس على الزرار الأسود، ثم هقوم بتوصيل كابل الشبكة أو الأدابتور علشان الكاميرا تشتغل، وهفضل دايس على الزرار لمدة لا تقل عن 10 ثواني. وبكده نكون خلصنا مرحلة الهاردوير. تعالوا بينا نشوف مرحلة السوفتوير. في البداية هنفتح المتصفح بتاعنا، ثم ندخل على محرك البحث جوجل، ثم نكتب فيه IVMS download، ومن نتائج البحث نختار free client software for Hikvision devices. هتفتح الصفحة الرسمية بتاعت Hikvision، هنختار أي tools من تحت المسمى IVMS 4T، اختار أي إصدار منه. هندوس على اللينك ويبدأ في تحميل البرنامج. بعد التحميل ما يخلص هنروح على الملف المضغوط ونفك الضغط من عليه، نعمل عليه كليك يمين واكستراكت فايل وهندوس OK. بعد الضغط ما يتفك هنفتح الفولدر اللي جواه ملف البرنامج ونعمل عليه كليك يمين ونختار Run as Administrator. هنبدأ في تصطيب البرنامج بالخطوات التقليدية بتاعته، Accept و Next، وهنسيبه على الوضع الافتراضي اللي هو Client بس، نختار next و install. هنسيب البرنامج يسطب مع نفسه
ندوس نيكست. بعد كده فينيش. بعد ما سطبنا البرنامج نفتحه من الاختصار اللي نزل على سطح المكتب. هنا بيطلب تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور، طبعا ممكن تعملهم اي حاجة انت عايزها. عن نفسي هكتب اليوزر ادمن والباسورد اي حاجة من دماغك. ونكرر الباسورد مرة تانية. وبعد كده ندوس على زرار ريجستر. البرنامج هيفتح معانا. خلي بالنا لازم يكون الكاميرا وجهاز الكمبيوتر على نفس الشبكة علشان البرنامج يقدر يكتشف الكاميرا. ولو احنا مستعجلين ندوس على زرار ريفريش عشان يشوف الكاميرا بسرعة. هنلاحظ ان هو جاب بيانات الكاميرا، عنوان الاي بي بتاعها، وهنلاحظ ان هي inactivate. هندوس على زرار activate وهنلاحظ ان هو جايب يوزر الادمن اللي عملناه للبرنامج. هنكتب هنا باسورد، اي باسورد انت عايزها. ولو حابب توحد الباسوردات هتكتب نفس الباسورد اللي عملناها للبرنامج. وهنا هنكرر الباسورد مرة تانية. وندوس اوكي. كده احنا نجحنا ان احنا نعمل اعادة ضبط مصنع للكاميرا وتفعيلها بنجاح. هنروح للمتصفح مرة تانية وهنكتب عنوان الاي بي اللي اتعرض في البرنامج، وهو 192.168.168. هتفتح لنا صفحة الكاميرا وهيطلب مننا اليوزر والباسورد اللي احنا عملناهم من شوية. هنكتبهم ادمن والباسورد اللي عملناها. طبعا عشان دي اول مرة نفتح الكاميرا من المتصفح بيطلب مننا ان احنا ننزل الاداة دي علشان يقدر يشغل الكاميرا من المتصفح. هندوس على اللينك، الملف او البرنامج هينزل. هنشغل البرنامج ونسطبه. تسطيب بسيط خالص، نكست وفينيش. بعد كده هنقفل المتصفح بتاعنا ونفتحه، او هنفتح متصفح انترنت اكسبلورر من جديد. وهنكتب عنوان الكاميرا وهنكتب اليوزر والباسورد مرة تانية. وهندوس على زرار اللاو الموجود أسفل الصفحة. وتهانينا، مبروك علينا، نجحنا في مهمتنا وهي إعادة ضبط مصنع الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.